أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الدين الصحيح قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو الحنيفية ملة إبراهيم أم شريعة عيسى عليهم الصلاة والسلام؟ بالنسبة للعرب آل إسماعيل، الدين الذي هم عليه هو دين إبراهيم، دين أبيهم إسماعيل دين إبراهيم عليه السلام. أما بالنسبة لليهود والنصارى هم على دين موسى وعيسى. نعم. ومن العرب من تأثر باليهودية وبالنصرانية وترك دين إبراهيم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.